الهدف الأساسي هو واحد، عندما نكون في القوات المسلحة سواء كنا ضباط أو مراتب أو موظفين، وهدفنا خدمة الوطن والدفاع عنه. إحنا بالنسبة كمكتب الأمين يزيدنا فخر أن تجينا كفاءات تمتلك خاصيتين. الخاصية الأولى هي شهادة جامعية الأولية البكالوريوس في كافة الاختصاصات، والخاصية الثانية هي الخبرة العملية اللي إحنا نحتاجها. أنتم لديكم خبرة عملية في الميدان، لديكم خبرة عملية في اختصاصكم، فهذا راح يزيدنا إحنا أكثر اعتزاز وتمسك بكم. باسمي وباسم موظفي وزارة الدفاع والبالغة عددهم 22,000 بالإضافة إلى دخول تحويل الصفة العسكرية، أقدم الشكر والتقدير إلى السيد الأمين العام جبار تجلي. بعهده شهد الموظف الازدهار، آلاف الترقيات، آلاف العلاوات، وباستمرار يعني لم نشهد هذه الصورة مسبقا. بتعاون المديرية العامة للأفراد خاصة بالترقيات وبالعلاوات وبالنقل مع السيد الأمين العام. باسمي وباسم حملة الشهادات البكالوريوس الأعلى في وزارة الدفاع الذي تم تحويلهم من الملاك العسكري إلى ملاك المدني وفق المادة 12 ثانية إنهاء من الموازنة، نقدم شكر وتقدير إلى السيد الأمين العام المحترم الأستاذ جبار تجيل الحيدري وإلى الست باند فائق القبطان مدير عام الأفراد لجهودهم الاستثنائية والمتميزة مع كوادرهم، والذي تم من خلاله تحويلنا وفق وقت استثنائي وقياسي جدا للعمل بالمادة المذكورة. فبالتالي متمنين لهم الموفقية والنجاح في حياتهم العلمية والعملية وبالاستحقاقات القادمة. ما فد يوم نذكر أنه شخص تبنى حقوق الموظف المدني سوى جناب الأمين، والتغير اللي صار هذا تاريخي في حقوق الموظف المدني. نسأل الله يديم توفيق الجنابك وإن شاء الله أعلى المراتب.